السلام عليكم، كداري لاباس عليكم؟ صحيحة كلكم زيانين يعني، ان شاء الله تكونوا كلكم بألف خير. هذا النهار عندنا واحد التكريم في لا بريفيكتور دو اوتسان، ها هو هو، ولكن ما عرفناش واش تكريم ولا هذا تكريم ولا باش نتكرموا ولا نتكرموا، الله اعلم. دونك خليكم معنا للاخير باش نشوفوا شنو كاين. جاتنا كونفوكاسيون لا بريفيكتور، غنشوفوا شنو كاين وخليكم تشوفوها معايا ان شاء الله. انتم حنا في لا بريفيكتور كنستنى الزوج ديالي مشى يستاسوني الطوموبيل ويجي وندخلوا نشوفوا شنو كاين. جبنا معنا لا كونفوكاسيون، ان شاء الله خير يا ربي، يا نتكرموا يا نتكربوا ما عارفينش. خليكم معايا للاخير باش تعرفوا كل شيء شنو كاين. صافي، دونك احنا خرجنا، ممنوع التصوير لكن خرجنا سي بون سالينا. بعد نفهم لكم اشنو شنو كاين، علاش جينا هنايا. على جينا ها هو رجينا، ومهم بعد نفسر لكم كل شيء ان شاء الله، نديروا واحد القعيده دابا ماشي. سيتي تري جونتي. السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ بعد ما وصلت للدار درت من قبيله، فاش قلت لكم راني كنت في لا بريفيكتور وجيت باش نختمو هاد لا فيديو. صاي جينا للدار كما قلت لكم، كان عندنا واحد التكريم في لا بريفيكتور، كانت عندنا جاتنا واحد لا كونفوكاسيون، وجانا واحد الكود قال لكم عندكم رانديفو. حنا ما عرفناش نتاعش صراحه، علاش قلت لكم واش مكرمين ولا مكرمين. ها هو كان جاتنا واحد الكونفوكاسيون، وحده في الاسم ديالي وحده في الاسم الزوج ديالي، لان احنا ما بقات عندنا حتى شي علاقه في لا بريفيكتور. صاي لاني من نهار اللي شديت الجنسيه ما عندنا ما نديرو تماك. صاي مادام داروا لنا واحد لا كونفوكاسيون وقالوا لنا عندكم واحد التكريم، ما فهمناش. لكن فاش مشينا تما الحمد لله عرفنا باللي كان عندنا التكريم نتاع الجنسيه الفرنسيه اللي خديتها انا، خديناها شحال هذه، ماشي من يعني ماشي اليوم، راه صوت شوف راه مصيبي الباسبورات وكل شيء الحمد لله، مصيبين الباسبورات وداكشي شحال هذه. ملي كان جانا التليفون كنت انا مشيت دفعت لاكارت نتاعي، لاكارت سيجور كانت مارت ليا، فاش دفعتها درت الاجراءات وحطيت الوراق ديالكم كما عرفتوا دابا كلشي باغ انترنت، كلشي من الدار درنا كلشي. جاوبوني قالوا لي انتيا وزاد بلوكي من لا بريفيكتور سي فيني. ما بقيت نفهم علاش عيطت ليهم، قال لك لا محيت عندكم خرجت لكم الجنسيه، عندك الجنسيه سيري اقرب لامير تاع لا فيل ديالكم وغادي تصوبي وريقات. كي درت لا كوموند على ليكسترا دو ليسونس، جوني ليكسترا دو ليسونس انا والزوج ديالي، ما وليداتي عندهم الجنسيه ديالهم، ولاد هنا عندهم جنسيتهم، اللي دار 13 عام كندير له الجنسيه تاعو اوتوماتيكمون. دونك هي هذيك، مشيت دفعت وريقاتي، خرجت باسبوري لا بياس دونتيتي وداكشي فرنسيين، ولكن لو سارتيفيكا ديك لو سارتيفيكا الرسميه نتاع الجنسيه ما شديناهاش. علاش؟ كما عرفتوا البريفيكتور كان ساد وتخربيق وهاد لي كونفينمون وهادي وهادي، هذاك علاش دارت بزاف تاع الروطار. هو نورمالمون كيديروا واحد الحفل كبير وكيجي لو بريفي هو اللي كيعطيها لك. هاد النهار داروا لنا واحد التكريم خفيف ظريف، وكانوا الناس مخلطين وكانوا الناس بزاف، وما كان ما كانش ممكن ليا نصور. جمعونا حنا واحد المجموعه نتاع الناس اللي عطاو ليهم الجنسيه، دابا عطاو لينا إلو سارتيفيكا اللي غادي تبقى لينا حياتنا كامله. دونك ها هي عطاو ليا انا و
الزوج ديالي كيما رجعوا لينا الاوراق اللي كانوا ما محتاجينش بهم. بغيت نشارك معكم، ولكن خوتي خواتاتي اللي زعما سال كي سي لانتيريس الجنسيه الفرنسيه وبغى يدفعها الى الجنسيه ديالو، ما عندي حتى شي مشكل، ندير معكم فيديو، قولوها لي في التعليقات وندير معكم فيديو ونفسر لكم كلشي شنو درت. الا ما كنتيش تهضري الفرنسيه وما عندكش ديبلوم هنا، راه هذيك راه ما كيعطيوهاش، يعني ضروري يكون عندك واحد الديبلوم. انا درت ستاج نتاع النهار كامل ودرت داك الديبلوم ديالي. ها هي بغيت ندرك اير سميه، ها هي انتوما سينياتور ديالنا وداكشي الحمد لله من البريفي. يعني هاد الورقه هادي كتبقى حياتنا كامله، اي باسبور تمشي تصيبيه فرنسي او لاكارت الفرنسيه بهاد الورقه هادي، الا ما كانش هاد الورقه ما كاين والو. المهم وريقاتنا ها هما الحمد لله. ولكن غادي ندير معكم موضوع اكيد وضروري ان شاء الله، لاني بزاف الناس اللي متخوفه كيقول لك هاد الورق بزاف، هي اسهل ما يكون ولكن فيها المشكل. خصك تكوني تهضري الفرنسيه لاني كديري داك السطاج تاع النهار كامل وغنفسر لكم بالديتاي ان شاء الله. دونك هذا هو الموضوع ديالنا اليوم. واش تكرمنا ولا تكرمنا؟ الحمد لله تكرمنا، والحمد لله كما قلت لكم انا ديجا دايرين وريقاتنا شحال هذه مع حنا تعطلات علينا شويه بحيت كان كما شفتوا كان الكونفينمون وكل شيء مسدود وكان عندهم الروطار بزاف نتاع الروطار، لكن الحمد لله وصلتنا الزيرتيفيكا ديالنا الحمد لله والشكر لله. ولكن غادي ندير معكم ان شاء الله واحد الفيديو ونقول لكم تصبحوا على خير وبالسلامه عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله.